ماذا عن العرض الذي قدمته أمام الرئيس المصري؟ كان رائعا جدا ومدهشا جدا، لأنني أردت أن أقوم بهذا العرض، ولكن في البداية لم أكن أعرف أن الرئيس سيكون موجودا، وقلت حسنا سوف أقوم بالعرض على المسرح، ولكني لم أعرف أن هذا العرض سيكون أمام الرئيس. وقالوا لي قبل العرض بأيام بسيطة ستؤدي عرضك أمام الرئيس المصري، لذا كنت مندهشا. وفي البداية حين تم وضع الأجندة الخاصة بالعرض وأمام الرئيس وأمام القيادات الأفريقية، وكان هناك الكثير من القنوات التلفزيونية، وكان كل شيء مكتملا ورائعا. رأيت الرئيس، وحين بدأت في العرض وبدأت أن أكسر الهاتف على المسرح، كنت قلقا سواء ما إذا كان الرئيس سيعجبه هذا العرض أم لا، ولم أكن أريد أن أفعل شيئا خطأ لأنني أقف أمام الرئيس، ولكني رأيت الرئيس كان يضحك، ورأيت الضحك في عينيه، وهنا شعرت بالراحة. كان الرئيس وجميع المشاهدين يضحكون ويستمتعون بالعرض، وعندما أمشي في الشارع في مصر الجميع يحيونني ويقولون رأيناك في العرض. هذه هي أول مرة لي أزور مصر، ولم أتوقع شيئا كهذا أبدا. كنت أتصور أنني سأزور الأهرامات في القاهرة، ولم أكن أتصور أنني سأقوم بأداء عرضا أمام الرئيس والقنوات التلفزيونية. كانت عواطف رائعة التي شعرت بها. إذن يجب أن تنتقل لمصر. نعم، أنا أعيش هنا بالفعل على بعد خطوات. If I'm you, I would think about it. Yeah. You have lots of fans now. Oh yeah. And نعم. It's also so beautiful and. الأمر جميل جدا. People are super nice here. You can laugh all day long with everyone. يمكن أن تستمتع بيومك مع جميع الأفراد. My first time is in Sharm el-Sheikh, so I really know Sharm el-Sheikh. هذه أول مرة لي في شرم الشيخ، وأريد أن أذهب إلى القاهرة أيضا، لأن أعلم أن كل مدينة مختلفة عن الأخرى، ولكن حين وصلت هنا رأيت أناس من دول مختلفة وشعوب مختلفة. إنها مكان سحري.